لما أصبح الحسين يوم عاشوراء وصلى بأصحابه صلاة الصبح، قام خطيبا فيهم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله سبحانه وتعالى قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. ثم صفهم للحرب وكانوا 77 ما بين فارس وراجل، فجعل زهير بن القين في الميمنة وحبيب بن مظاهر في الميسرة، وأعطى رايته أخاه العباس وثبته عليه السلام وأهل بيته في القلب، وأقبل عمر بن سعد نحو الحسين في 30,000 وعلى الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيدي، وعلى الميسرة جمر بن الجوشن، وعلى الخيل حجرة بن قيس، وعلى الرجالة سدة بن ربعي، والراية مع زويد مولاه، وأقبلوا يجولون حول البيوت فيرون النار تنصرم في الخندق، فنادى سمر بأعلى صوته: يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. فقال الحسين: من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن. قيل: نعم. فقال له: يا ابن راعية المعدة، أنت أولى بها مني صليا، ورام مسلم بن أوسجة أن يرميه لسهم، فمنعه الحسين وقال: أكره أن أبدأهم بقتال. ولما نظر الحسين إلى جمعهم كأنه السائل، رفع يديه بالدعاء وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمس فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك، عمن سواك فكشفته وفرجته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. ثم دعا براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جلهم: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم عليه، وحتى أعتذر إليكم من مقدري عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني الناس من أنفسكم كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم علي سبيل، وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما سمعنا النساء هذا من صحن وبكين وارتفعت أصواتهن، فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه علي الأكبر وقال لهما: تسكتاهن فلعلي ليصدر بكاءهن. ولما سكتنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره،
ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه. ثم قال الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار بلاء وزوال متقربة بأهلها حالا بعد حال. فالمغرور من غرته والشقي من فتنته. فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركل إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحلاتكم نقمة وجنبكم رحمة. فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنكم دعوتم إلى ذريتي وعشرتي تريدون قتلهم. لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. فتبر لكم ولما تريدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. قوم كفروا. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم وبعدا للقوم الظالمين. أيها الناس انسبوا لي ملانا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوا وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي. ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدقان رسوله بما جاء من عندي ربه. أوليس حمدة سيد الشهداء عم أبي. أوليس جعفر الطيار عمي. أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة. فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يركض عليه أهله ويضر به من اختلقه. وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سألوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك. يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي. فقال الشمر ويعبد الله على حرب إن كان يدري ما تقول. فقال له حبيب بن مضارب والله إني أراك تعبد الله على 70 حرفا وأنا أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول. قد طبع الله على قلبك. ثم قال الحسين فإن كنتم في شك من هذا القول أفتشكون الإذن بين سبيكم. فوالله ما بين المشرق والمغرب إذن بين نبي غيري فيكم ولا في غيركم. وإحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلتوا أو مال لكم استهلكتم أو بقصاص جراحة فأخذوا لا يكلمون. فجاءت يا شبث بن سعيد ويا حجار بن أرجر ويا قيس بن الأشعث ويا زيد بن الحارث. ألم تكتبوا إلي أن اقدم قد أينعت الثمار وخبر الجناب
وإنما تقدم على جند لك مجندة. فقالوا لم نفعل. قال سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم. ثم قال أيها الناس، إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. فقال له قيس بن الأشعث، أولا تنزل على حكم بني عمك؟ فإنهم لن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه. فقال الحسين، هل تأخو أخيك؟ أتريد أن يطلبك بنو هاشم أكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله، لا أعطيهم، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أسر فرار العبيد. عباد الله، إني عدت بربي وربكم أن ترجمون. أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم أناق راحلته وأمر عقبة بن كمعان فعقلها. لم أنسوا إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا. يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاتكم إن صرف دهر النابا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوصي بنا النبي وأودعا فقد أنفيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيا ما لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. وأقبل القوم يزحفون نحوه، وكان فيهم عبد الله بن حوزة التميمي. فطاح فيكم حسين، وفي الثالث قال أصحاب الحسين، هذا الحسين فما تريد؟ قال يا حسين أبشر بالنار. قال الحسين كذبت، بل أقدم على رب غفور كريم مطاع شفيع فمن أنت؟ قال ابن حوزة. فرفع الحسين يديه حتى بان بياض إبطاي، وقال اللهم خذه إلى النار. فغضب ابن حوزة وأحمى الفرس إليه، وكان بينهما نهر فمسكت قدمه بالركاب وجالت به الفرس، فسقط عنها وانقطعت قدمه وساقه وفخذه، وبقي جانبه الآخر معلقا بالركاب. وأخذت الفرس تضرب به كل حجر وشجر حتى حلت. قال مسروق بن وائل، الحرني كنت في أول الخيل التي تقدمت لحرب الحسين، لعلي أن أصيب رأس الحسين. فأحظى به عند ابن زياد، فلما رأيت ما صنع بابن حوزة عرفت أن بأهل هذا البيت حرمة ومنزلة عند الله. وتركت الناس وقلت لا أقاتلهم فأكون في النار. وخرج إليهم زهير بن القيس على فرس ذنوب وهو شاك في السلاح، فقال يا أهل الكوفة نذاري لكم من عذاب الله، نذاري إن حقا على المسلم نصيحة أخي المسلم، ونحن حتى الآن إخوة على دين واحد، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، وأنتم للنصيحة منا أهل. فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وكن وأنتم أمة. إن الله ارسلنا وإياكم بذرية نبيه محمد
لينظر ما نحن وأنتم عاملون. إنا ندعوكم إلى الصين وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله ابن زياد، فإنكم لا تدركون منهما إلا سوءهم لسلطانهما، ليكمآن أعينكم ويخطران أيديكم وأرجلكم ويمثلان بكم ويرفعانكم طوعنا ويقتلان أماثلكم وقراءكم أمثال حجر بن حديد وأصحابه وآل ابن عروة وأسمائه، فسموه وأثنوا على عبيد الله ابن زياد ودعوا له وقالوا لا نبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه أو نبعث به وبأصحابه إلى عبيد الله ابن زياد سلما. فقال زهير عباد الله إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سمية، فإن لم تنصروهم فأوعدكم بالله أن تقتلوهم. فخلوا بين هذا الرجل وبين يزيد، فلا أدري إنه ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. فرماه الشمر بسهم وقال اسكت أسكت الله نعمتك، أغرقتنا بكثرة كلامك. فقال زهير يا ابن البوار على عقبي ما إياك أخاطب، إنما أنت بهيمة والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين. فبشرت الخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. فقال الشمر إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة. فقال زهير أفبالموت تخوفني؟ فوالله للموت معه أحاب إلي من الخلد معكم. ثم أقبل على القوم رافعا صوته وقال عباد الله لا يغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه، فوالله لا تنال شفاعة محمد قوما أرقوا دماء ذريته وأهل بيته وقتلوا من نصرهم ونبى عن حريمهم. فناداه رجل من أصحابه إن أبا عبد الله يقول لك أخبر، فلعمري لئن كان مؤمن فرعون نصح قومه وأبلغ في الدعاء. فلقد نصحت هؤلاء وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ. واستأذن الحسين فرير بن حضير في أن يكلم القوم فأذن له، وكان شيخا تابعيا ناشكا قارئا للقرآن ومن شيوخ القراء في جامع الكوفة، وله في الأمدانيين شرف وقدر وجلالة. فوقف قريبا منهم ونادى يا معشر الناس إن الله بعث محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، وهذا ماء الفرات تقع في إخناته والسواد وكلابه، وقد حيل بينه لرسول الله فجزاء محمد هذا. فقالوا يا برايم قد أثرت الكلام فاصفف عنا، فوالله لا يعطش الحسين كما عطش من كان قبله. قال يا قوم ان ثقل محمد قد اصبح بين اظهركم وهؤلاء ذريته وعشرته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون ان تصنعوه بهم. فقالوا نريد
أن نمكن منكم الأمير عبيد الله بن زياد فيرى فيهم راية، قال فلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه، وإلكم يا أهل الكوفة فنسيتم كتبكم، وإلكم أدعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونهم، حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد وحلأتموهم عن ماء الفرات، بئس ما خلفتم نبيكم في ذريته، ما لكم لا تخافكم الله يوم القيامة، فبئس القوم أنتم. فقال له نفر منهم يا هذا ما ندري ما تقول، قال الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرة، اللهم إني أبرأ إليك من فعال هؤلاء القوم، اللهم ألق باسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان. فجعل القوم يرمون في السهام، فتقاصر إلى ورائه، ثم إن الحسين ركب فرسه وأخذ مصحفا ونشروا على راسه ووقف بإداء القوم وقال يا قوم إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف النبي ودرعه وعمامته، فأجابوه بالتصديق. فسألهم عما أقدمهم على قتله، قالوا طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. فقال عليه السلام تقبل لكم أيتها الجماعة وترحى، فحين استفرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحججتم علينا نارا افتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم ألباً لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أغشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجاش طاعم، والرأي لما يستسحق، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدباء، وتداعيتم عليها كتهافت الفراش، ثم نفضتموها فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ولبنة الكتاب ومحرز الكلم وعصبة الإيس ولذة الشيطان ومطفئ السنن، ويحكم هؤلاء تاردون وأنا تتخاذلوا، أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتأزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجن للناظر وأكلة للغاصب، ألا وإن الدعي ابن الدعي يعني ابن زياد قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طهرت وأنوف حمية ولبوس أبية، من أن نعثر طاعة لآم على مصارح الكرام، ألا وإني داحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. ثم أنشد أبيات فروة، فإن نؤذن فهزامون قدما، وإن نؤذن فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نؤذن فغير مؤذنين،
وما إن صفنا جبل ولكن منايانا ودولتها خليلا. فقل للشامتين تنافقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. أما والله لا تلبسون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ثم رفع يديه وقال اللهم احبس عنهم فطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كاسا مصبرة فإنهم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. واستدعى عمر بن سعد فدعي له وكان كارها لا يحب ان ياتيه فقال اي عمر اتزعم انك تقتلني ويوليك الدعي بهذا الري وجرجان. والله لا تتأنأ بذلك عهد معهود فاصنع ما انت صانع فانك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة. وكاني براسك على قصبة يترى ما الصبيان بالكوفة ويتخذونه غرضا بينهم فطرف بوجهه عنه مغضبا. ولما سمع الحر بن يزيد الرياح كلام أبي عبد الله الحسين واستغاثته أقبل على عمر بن سعد وقال له أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال إي والله قتالا أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيدي. قال ما لكم فيما عرضه عليكم من الخصال؟ فقال لو كان الأمر إلي لقبل ولكن أميرك ابن زياد يرجى ذلك. فتركه ووقف مع الناس وكان الى جنب قرة ابن قيس فقال لقرة هل سقيت فرست؟ فقال لا. قال فهل تريد ان تسقيه؟ فظن قرة من ذلك انه يريد الاعتذار ويكره ان يشاهده احد فتركه فاخذ الحر يدنو من الحسين بن علي قليلا قليلا. فقال له المهاجر بن اوس فتريد ان تحمل؟ فسكت واخذته الرعدة فارتاب المهاجر من هذا الحال. وقال له لو قيل لي من اشجع اهل الكوفة لما عدوتك فما هذا الذي اراه منك؟ فقال الحر اني اخير نفسي بين الجنة والنار والله لا اختار على الجنة شيئا ولو احرق. ثم ضرب جواده نحو الحسين بن علي منكسا براسه حياء من آل الرسول بما اتى اليهم وجعجع بهم في هذا المكان على غير ماء ولا كلاء رافعا صوته اللهم اليك أنيب فتب عليك فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيك. يا أبا عبد الله إني تائب فأرسل لي من توبة إلى أنا ونحن نتوب إلي في هذا المقام الكريم. فقال الحسين نعم
يتوب الله على هذا. فسره قول ابي عبد الله وتلقن الحياة الابدية والنعيم الدائم ووضح له قول الهاتف. لما خرج من الكوفة فحدث الحسين بحديثه قال فيه: لما خرجت من الكوفة نوديت ابشر يا حر بالجنة، فقلت ويل للحر يبشر بالجنة وهو يسير الى حرب ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له الحسين: لقد اصبت خيرا واجرا. ثم استاذن الحسين صلى الله عليه وآله وسلم فقال له الحسين: لقد اصبت خيرا واجرا. ثم استاذن الحسين في ان يكلم القوم فاذن له، فنادى باعلى صوته: يا اهل الكوفة، لامكم الهبل والعبر، قد عوتم هذا العبد الصالح وزعمتم انكم قاتلوا انفسكم دونه، حتى اذا جاءكم اخذتم بكرمه واخذتم به من كل جانب، فمنعتموا التوجه الى بلاد الله العريضة حتى يأمن واهل بيته واصبح كالاسين في ايديكم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وحلعتموه وصبيته ونساءه وصحبه عن ماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهود والنصارى والمجوس، وتتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه، وهاهم قد صرعهم العطش. بيتما خلفتم محمدا في ذريته لا تخافكم الله يوم الظما، فحملت عليه رجالة ترميه بالنبل فتقهقرت حتى وقف امام الحسين، اذ ان الحسين بن علي منع اصحابه واهل بيته من ان يبدأوا القوم بقتال قط. فلذلك ترى الاصحاب في كل مقام وعظ وارشاد وتوجيه يرشقون بالسهام او يحمل عليهم احد، تراهم يتراجعون الى ورائهم امتثالا لامر امامهم وسيدهم ابي عبد الله الحسين، اذ انه ما يريد ان يبدا كل احد بقتال ابدا. وصاح الشمر باعلى صوته: اين بنو اختنا؟ اين العباس واخوته؟ فاعرضوا عنه. فقال الحسين: اجيبوه ولو كان فاسقا. قالوا: ما شانك وما تريد؟ قال: يا بني اختي، انتم امنون فلا تقتلوا انفسكم مع الحسين، والزموا طاعة امير الفاسقين يزيد. فقال العباس: لو لعنك الله ولعن امانك، اتؤمننا وابن رسول الله لا امان لك، وتأمرنا ان ندخل في طاعة اللعناء واولاد اللعناء؟ وتقدم عمر بن سعد نحو عسكر الحسين ورمى بسهم وقال: اشهدوني عند الامير بن زياد اني اول من رمى. ثم رمى الناس فلم يبق من اصحاب الحسين احد الا اصابه من سهامهم، فقال عليه السلام لاصحابه: قوموا رحمكم الله الى الموت الذي لا بد منه، فان هذه السهام رسل القوم اليكم. فحمل اصحابه حملة واحدة واقتتلوا ساعة، فمن جلت الغبرة الا عن 50 صريعا من اصحاب ابي عبد الله. وخرج عيسى مولى زياد وسالم
مولى عبيد الله بن زياد فطلب الفرار فوجد حبيب وبريد فلم يأذنهما الحسين فقام عبد الله بن عمير الكلبي من بني عليم او عليم وكنيته ابو لهب وكان طويلا شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين شريفا في قومه شجاعا مجردا فاجنا له وقال احسبه للاقران قتالا فقال له من انت فانتسب لهما فقال لا نعرفك ليخرج الينا زهير او حبيب او بريق وكان يسار قريبا منه فقال له يا ابن الزانيه او بك رغبه عن مباركتي ثم شد عليه بسيفه يغلبه وبينا هو مشتغل به اذ شد عليه سالم فصاح اصحابه قد راقك العبد فلم يعصى به فضربه سالم بالسيف فاستقاها عبد الله بيده اليسرى فاطار اصابعها ومال عليه عبد الله فقتله واقبل الى الحسين يرتجل وقد قتلهما معا واخذت ام وهب زوجته عمودا واقبلت نحوه تقول فداك ابي وامي قاتل دون الطيبين ذريتي محمد فاراد ان يردها الى الخيمه فلم تطاوعه واخذت تجاذبه ثوبه وتقول لن ادعك دون ان اموت معه فقال لها الان كنت تنهيني عن القتال والان جئت تقاتلين معي قالت لا تلمني ان واعية الحسين كسرت قلبي فقال ما الذي سمعته من قالت سمعت بباب الخيمة ينادي وقلتنا قطعا فنادى الحسين سيدي ابا عبد الله ردها الى الخيمة فنادى الحسين جئتم على اهل بيت نبيكم خيرا ارجعي الى الخيمة فانه ليس على النساء قتال فرجعت ولما نرى من بقي من اصحاب الحسين الى كثرة من قتل منهم اخذ الرجلان والثلاثة والاربعة يستأذنون الحسين في الذبح والدفع عن حرمه وكل يحمل اخر من كيد عدوه فخرج الكابريان وقاتلا في مكان واحد حتى قتلا وخرج الغفاريان فقالا للحسين السلام عليك ابا عبد الله انا جئنا لنقتل بين يديك وندفعا عنك فقال مرحبا بكما واشتدناهما من فدموا وهما يبكيان قال ما يبكيكما يا ابن اخي فوالله اني لارجو ان تكونا بعد ساعه فريضت عليه قالا جعلنا الله فدا ما على انفسنا نبكي ولكن نبكي عليه نراك قد احيط بك ولا نقدر ان ننفعك فجزاهما الحسين خيرا فقاتلا قريبا منه حتى قتلا وخرج عمرو بن خالد الصيداوي وشاذ مولاه وجابر بن الحارث ومجمع بن عبد الله العائدي وشدوا جميعا على اهل الكوفه فلما اوغلوا فيهم حسب عليهم الناس وقطعوهم على اصحابهم فندب اليهم الحسين اخاه العباس فاستنقلهم بسيفه وقد جرحوا باجمعهم وفي اثناء الطريق اقترب منهم العدو فشدوا باسيافهم مع ما بهم من الجراح وقاتلوا حتى قتلوا في مكان واحد ولما نظر الحسين
إلى كثرة من قتل من أصحابه أمر على كلبته المقدسة. وقال اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه، واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله وأنا مخضب بدمي. ثم صاح ما من مغيث يغيثنا، أما من ذاب يضب عن حرم رسول الله. فبكت النساء وكثر صراخهم وسمع الأنصاريان زاد بن الحارث وأخوه أبو الحسوف استنصار الحسين واستغاثته، وكان مع الزتاج. ولما ان سمع بكاء عياله فمال بسيفيهما على اعداء الحسين قاتلا حتى قتلا. واخذ اصحاب الحسين بعد ان قل عددهم وبان النفس فيهم يبرز الرجل بعد الرجل فأكثر القتل في أهل الكوفة. فصاح عمرو بن الحجاج بأصحابه أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان النصر وأهل البصائر وقوما مستميتين لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه على خلتهم. والسبب في ذلك أنهم كانوا يقاتلون عن عقيدة وإيمان، وأولئك كانوا يقاتلون في سبيل المادة والطمع. فقال عمرو بن الحجاج لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم. فقال عمر بن سعد فدفت الرأي ما رأيت، أرسل في الناس من يعزم عليهم ألا يباردهم رجل منهم، ولو خرجتم إليهم وحدانا لا سوء عليكم. ثم حمل عمرو بن الحجاج على ميمنة الحسين فثبتوا له وجثوا على الركب وأسرعوا الرماح فلم تقدم الخيل. فلما ذهبت الخيل لترجع رشقهم أصحاب الحسين بالنار فطهروا رجالا وجرحوا آخرين. ثم حمل عمرو بن الحجاج من نحو الفرات فاقتتلوا ساعة وفيها قاتل مسلم بن أوسدة، فشد عليه مسلم بن عبد الله وعبد الله البجلي، وثارت لشدة الجلاد غبرة شديدة ومن جلت الغبرة إلا ومسلم بن أوسجة صريعا وبه رمق. فمشى إليه الحسين ومعه حبيب بن مظاهر، فقال له الحسين رحمك الله يا مسلم. ثم تلا قوله تعالى منهم من قضى لحظة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وتلا منه حبيب وقال عجل علي مطرحك يا مسلم ابشر بالجنة. فقال مسلم بن اوسج بصوت ضعيف بشرك الله بخير يا اخي يا حبيب. ثم قال حبيب لو لم اعلم اني في الاثر لاحببت ان توصيني بجميع ما يؤمك. فقال له مسلم اوصيك بهذا، وأشار إلى الحسين بن علي أن تموت دونه. فقال أفعل ورب الكعبة. وفارت روحه بينهما وأصلات يا بين ظاهر من يأتي وأصلات يا بين ظاهر من يأتي أنا ما وصيك بحيالي وبيتي ولا تروح
طاب الأولاد وسلتي شادنك مسلتي أريد أنك رجائب سويتي من حسين وعيانا وصيتي وصاحت جارية له ومسلمة يا سيدا يا ابن عوس جدا فتنادى أصحاب ابن الحجاج قتلنا مسلما فقال شبك ابن ابنين من حوله سكنتكم أمهاتكم أيقتل مثل مسلم وتفرحون لرب موقف له كريم في المسلمين رأيته يوم تل أهل الزيدان وقد قتل ستة من المشركين قبل ارتهام خيول المسلمين وحمل الشمر في جماعة من أصحابه على ميسرة الحسين فسبكوا لهم حتى كشفوهم وفيها قاتل عبد الله ابن عمير الكلبي فقتل رجالا وشد عليهم حاني ابن سبيك الحضرمي فقطع يده اليمنى وقطع بكر بن حيثاقه فأخذ أسيرا وقتل صبرا فمشت إليه زوجته أم وهب وجلست عند رأسه تمسح الدمع وتقول هنيئا لك الجنة أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني امرأة فقال الشمر لغلامه اضرب رأسها في العمود فتدخروا وماتت مكانها وهي أول امرأة قتلت يوم عاشوراء من أصحاب الحسين بن علي فتطايحت النساء وخرجن من الفسطاط ونادى الحسين يا ابن ذي الجوشن أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهلي أحرقك الله بالنار وقال شمس بن ربحي أمرعبا للنساء صر من رأيت مقالك أسوأ من مقالك ولا موقفا أصبح من موقفك فاستحيا وانصرف وحمل على جماعته زهير بن القرين في عشرة من أصحابه حتى كشفوهم عن البيوت ولما راى حجرة بن قريب وهو على الخيل الوان في اصحابه والفشل كلما يحملون بعث الى عمر بن سعد يستمده الرجال فمده بالحصين بن نمير في 500 من الرماة واشتد القتال واكثر اصحاب الحسين فيهم الجراح حتى مخروا خيولهم وأرسلوهم ولم يقدروا أن يأتوهم إلا من وجه واحد لتقارب أبنيتهم فأرسل ابن سعد الرجال ليخوفوها عن أيمانهم وعن شمائلهم ليحيطوا بهم فأخذ الثلاثة والأربعة من أصحاب الحسين يتخللون البيوت فيشدون على الرجل وهو يذهب وينهب فيقتلونه ويرمونه من قريب فيعقرونه فقال ابن سعد احرقوها بالنار فاغرموا فيها النار فصاحت النساء ودهشت الاصفار فقال الحسين دعوهم يحرقونها فانهم اذا فعلوا ذلك لم يجوزوا اليكم فكان كما قال عليه السلام وكان ابو الشعثاء الكندي وهو يزيد بن زياد راميا فجثى على ركبتيه بين يدي الحسين ورمى بما ابتسام والحسين يقول اللهم سدد رميته واجعل ثوابه الجنه ثم حمل على القوم فقتل تسعه رجلا تسعة عشر رجلا ثم قتل والتفت ابو ثمامة الصاعدي الى الشمس فرآها وقد زالت
فقال للحسين نفسي لك الفداء عندي أبناؤنا قد اقتربوا منك ناوى الله لا تقتلوا حتى اقتلى دونك واحب ان ابقى الله وقد صليت هذه الصلاه التي دنا وقتها فرفع الحسين راسه الى السماء وقال ذكرت الصلاه جعلك الله من المصلين الذاكرين فانظروا ايها المسلم دعا الحسين بن علي سلام الله عليه لهذا العبد الصالح بأعظم دعائه وهو أن قالت جعلك الله من المصلين فقال الحسين نعم على أول وقتها سلوهم أنا ليكفوا عنا حتى نصلي فقال الحسين إنها لا تقبل فقال حبيب بن مظاهر زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا حمار فحمل عليه الحسين فضرب حبيب وجه فرسه بالسيف فشبت به ووقع عنه واستنقذه أصحابه فحملوه وقاتلهم حبيب قتالا شديدا فقتل على كبره 60 رجلا وحمل عليه بديل بن صليب فضربه بسيفه وصعده اخر من تميم برمحه فوقع الى الارض فدخل ليقوم واذا بالحصين يضربه بالسيف على راسه فسقط بوجهه ونزل اليه التميمي واحتج راسه فهدى مقتله الحسين فقال عند الله احتسبوا نفسي وحماة اصحابي واسترجع الحسين كثيرا وخرج من بعده الحر ابن يزيد الرياح ومعه زهير بن القاس يحمي ظهره فكان اذا شد احدهما واسترحل شد الاخر واسترقده فقال ساحه وإن صلت الحر لمضروب على أذني وحاجبي والسماء تسيل منه فبرز إليهم وهو يرتجز يقول إني أنا الحر وما وضيتي أغلب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الخيف أغلبكم ولا أرى من حيثي حتى فتنا منهم جماعة كثيرة على كبري سنه يا هموم فواطم أجل الأرجوت وأجل غابر يا روح من أبيو عقب ما شافت من أبدا الماء طاحر في جاه الحسين مثل اللي يقدر ينادي وسامح على اهل الشر امك ما خطر مساء مساء اكثر مساء عنا ترى اكبر ما دمع عايشين ومن نادلجك يا خيال الأوصى عما مبغض سلت بيض الأصفى ابديك الخير نادك البلع يا غمد الحر عجل بين دعاك بالخير على خيوم وكان ما تكرون سنة أغلي جبيلة تكرر بسير وفير وسير سليلة لفرد المعركة والجفة تحشير الحشيرة كانت أبحار الضيرة الكلمة نوم عليها
أصحاب الحسين الحور ووضعوه أمام الكفار الذي يقاتلون دونه وكان به رمق فقال الحسين له وهو يمسح الدمع أنت الحر كما سمتك أمك وأنت الحر في الدنيا والآخرة وعلى قولنا أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة وأتاه رجل من أصحاب الحسين وقيل علي بن الحسين لنعم الحر حر بني رياحي صبور عند مستبك الرماحي ونعم الحر افتاد حسينا وجاد بنفسه عند الصباح وقام الحسين الى الصلاة فصلى بمن بقي من اصحابه صلاة الخوف وتقدم امامه زهير بن القيس وسعيد بن عبد الله الحنفي في نصف من اصحابه ويقال انه صلى واصحابه فرادى بالدماء ولما اصحي سعيد بالجراح سقط الى الهار وهو يقول اللهم العنهم لعن عاد وثمود وابلغ نبيك مني السلام وابلغه ما لقيت من الم الجراح فاني اردت بذلك ثوابا في نصره ذريتي نبيك صلى الله عليه واله وسلم والتفت الى الحسين قائلا اوفيته يا ابن رسول الله قال نعم انت امامي في الجنه ثم قال سعيد ابلغ جد وقل له اني تركت حسينا فلعته وقضى نحبه فوجد به ثلاثه عشر سهما غير الضربي والطار ولما فرغ الحسين من الصلاة قال لأصحابه يا كرام هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت أثمارها وهذا رسول الله والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قدومكم ويتبشرون بكم فحاموا عن دين الله ودين نبيه ولبوا عن حرم الرسول فقالوا نفوسنا لنفسك الفداء ودماؤنا لدمك الوقاء فوالله لا يصل اليك والى حرمك سوء وفينا عرق يضرب ووسبوا الى خيولهم فاخروها ولم يبق مع الحسين فارس الا الضحاك بن عبد الله المشرقي يقول لما رايت خير اصحابنا ترقى اقبلت بفرسي وادخلت ابطاطا لاصحابنا واقتتلوا اشد القتال وكان كل من اراد الخروج ودع الحسين بقوله السلام عليك يا ابن رسول الله فيجيبه الحسين وعليك السلام ونحن خلفه ثم يقرا ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وخرج ابو حمام الصاعق فقاتل حتى وسخن بالجماع وكان مع عمر بن سعد ابن عم له يقال له قيس بن عبد الله بينهما عداوة فشد عليه وقتله وخرج سلمان بن مبارك البجلي وكان ابن عم زهير فقاتل وخرج بعده زهير بن القيم فوضع يده على منكب الحسين وقال مستاذنا اقدمه جيت هاديا مأجيا فاليوم القى جدك النبيا وحسنا والمرتضى عليا وذا الجناحين فتلك هي واتت الله الشديد الحي فقال الحسين وانا القاهما على اثرك وفي حملاته يقول انا زهير وانا ابن القين اذودكم بالسيف الحسين فقتل 120
ثم عطف عليه كثير بن عبد الله الشعبي والمهاجر بن اوس فقتله فوقف عليه الحسين وتعالى وجزاه خيرا وقال لعن الله قاتلي لعن الذين مسخوا قردة وخنازير وجاء عمرو بن قربة الانصاري ووقف امام الحسين يقيه من العدو ويتلقى السهام بصدره وجبهته فلم يصل الى الحسين سوء ولما كثر فيه الجراح التفت غررت اخي حتى قتلته فقال عليه السلام اني لم اضرها ولكن الله هداه واضلت فقال قتلني الله إلما اقتل ثم حمل على الحسين ليطعنه فاعترضه نافع بن هلال الجملي فطعنه حتى فرعه فحمله اصحابه وعالجوه وبرئ ورمى نافع ابن هلال الجملي بنبال مسمومة كتب اسمه عليها وهو يقول ارمي بها معلمة افواقها مسمومة تجري بها اخفاقها فقتل اثني عشر رجلا سوى من جرح ولما فليت نباله جرد سيفه يغلب فيهم فاحاطوا به يرمونه بالحجارة والنصال حتى كسروا عبديه واخذوه اسيرا فامسكوا الشمر ومعه اصحابه يسوقونه فقال له ابن سعد ما حملك على ما صنعت بنفسك قال ان ربي يعلم ما اردت فقال له رجل وقد نظر الى الدماء تسيل على وجهي ولحيته اما ترى ما بك فقال والله لقد قتلت منكم اثني عشر رجلا سوى من جرحت وما الوم نفسي على الجهد ولو بقيت لي عبد ما اسرتموني ثم قتله الشم ولما طلع واضح التركي مولى الحار المدحجي استغاث ابا الحسين فاتاه ابو عبد الله واعتنقه فقال من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي انظر الى الحسين بن علي رجل الدين والإنسانية يضع خده مرة على خد ولد علي الأكبر وكذلك أيضا مرة أخرى يضع خده على خد غلام تركي إذ لا يفرق إمامنا سلام الله عليه بين أفراد النوع الإنساني فالدين الإنساني هو الدين الإسلامي ثم فارت نفسه الطاهرة ومشى الحسين الى اسلم مولاه واعتنقه وكان به رمق فتبسم وافتخر بذلك ومات رضوان الله عليه ونادى يزيد بن معقل يا برير كيف ترى صنع الله بك فقال صنع الله بي خيرا وصنع بك شرا فقال يزيد كذبت وقول اليوم وقبل اليوم ما كنت كذابا وانت تقول اتذكر يوم كنت اماشيك في بني لواد وانت تقول كان عثمان مترفا ومعاويه ضالا وان امام الهدى علي بن ابي طالب قال برير فلا اشهد ان هذا رايي فقال يزيد وانا اشهد انك من الضالين فدعاه برير الى المباهله فرفع ايديهما الى الله سبحانه يدعوانه ان يلعن الكاذب ويقتله ثم تضاربا فضربه برير على راسه ضربه قدت المغفر والدماغ فخر كانما هوى من شاعر وسيف برير ثابت في راسه وبينه يريد ان يخرجه اذ حمل عليه رضا بن منقذ العبدي واعتنق بريرا واعترك فطلعه برير
وجلس على قدره فاستغاث ببعض أصحابه، فذهب كعب بن جابر بن عمرو العزي ليحمل على بريق، فصاح به عفيف بن جهير ابن أبي الأخند: هذا بريق بن خبير القارئ الذي كان يقرئنا القرآن في جامع الكوفة فلم يلتفت إليه. وطعن بريق وطعن بريرا في ظهره، فطرك بريق على رضا وغض وجهه وقطع طرف أمسه وألقاه كعب رمحيه وضربه بسيفه فقتله. وقام العبدي ينفض التراب عن قبائه وقال: لقد أنعمت علي يا خلاد نعمة لا أنساها أبدا. ولما رجع كعب إلى جابر بن جابر إلى أهله حسبت عليه امرأته النوار وقالت: أنت على ابن فاطمة وقتلت سيد القراء، لقد أتيت عظيما من الأمر، والله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا. فقالت لي: تخبري عني وأنت ذميمة غداة حسين والرماح شوارح، إلى آخر أبياته. ونادى حنظلة بن سعد: الشبابي يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. يا قوم لا تقتلوا حسينا فيضحككم الله بعذاب وقد خاب من افترى. فجزاه الحسين خيرا وقال: رحمك الله، انهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا عليك ما دعوتهم اليه من الحق، ونهضوا اليك ليستبيحوك واصحابك، فكيف بهم الان وقد قتلوا اخوانك الصالحين؟ قال: صدقت يا ابن رسول الله، افلا نروح الى الجنه؟ افلا نروح الى الاخره؟ فاتنا له. فسلم على الحسين وتقدم يقاتل حتى قتل رضوان الله عليه، واقبل عابس بن ابي شبيب الشاكري على شوذب مولى شاكر، وكان شوذب من الرجال المخلصين، وداره مألفا للشيعة يتحدثون فيها فضل اهل البيت. فقال: يا شوذب، ما في نفسك ان تصنع؟ قال: اقاتل معك حتى اقتل. فجزاه خيرا وقال له: تقدم بين يدي ابي عبد الله حتى يحتسبك كما احتسب غيرك، وحتى احتسبك، فان هذا يوم نطلب فيه الاجر بكل ما نقدر عليه. فسلم شوذب على الحسين وقاتل حتى قتل. ووقف العابس امام ابي عبد الله وقال: ما امسى على ظهر الارض قريب ولا بعيد أعز علي من ولو قدر أن أدفع الضيم عنك. وقال: ما أنت على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز علي من ولو قدرت أن أدفع الضيم عنك بشيء أعز علي من نفسي لفعل. السلام علي، أشهد أني على هدى وهدى أبي. ومشى نحو القوم مسرسا سيفه وبه ضربة على جبينه، فنادى على رجل فأحجبوا عنه لأنهم عرفوا أشجع الناس. فطاح عمر بن سعد ارضخوه بالحجارة فرمي بها، فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره وشد على الناس وإنه ليقعد أكثر من 200، ثم تعطفوا عليه من كل جانب، فقتل رضوان الله عليه
ووقف فاجر المولى حبيبا الغفاري امام الحسين يستهزئه فقال يا جرون انما تبعتنا طلبا للعافيه فانت في اذن مني. فوقع على الخدمه يقبلهما ويقول انا في الرخاء الحسو قطاعكم وفي الشده يخذلكم سيدي ان لي حيله وحسي وحسدي لئيم ولوني لاسود فتنفس علي في الجنه ليطيب ريحي ويشرب حسدي لا والله لا افارقكم حتى يختلط هذا الدم الاسود مع دمائكم اهل البيت. فاتن له الحسين فقتل 25 وقتل فوقف عليه الحسين وقال اللهم غير وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد صلى الله عليه واله وسلم وهرف بينه وبين آل محمد عليهم السلام. فكان من يمر بالمعركة يشم من رائحة طيبة أزكى من المسك. وكان أنس ابن الحارث بن نبيه الكاهلي شيخا كبيرا صحابيا رأى النبي وسمع حديثه وشهد معه بدرا وحنينا فاستأذن الحسين وبرد شادا وسطع بالعمامة رافعا حاجبيه بالعصابة. ولما نظر إليه الحسين بهذه الحياة بكى وقال شكرا لله لك يا شيخ. فقتل على كبر سنه 18 رجلا وقتل. وجاء عمرو بن جنادى الأنصاري بعد أن قتل أبوه وهو ابن 11 سنة يستأذن الحسين هذا وقد أمرته أمه من قبل ذلك وقالت له ولدي قم وانصر ريحانة رسول الله بعدما ألبست سلامة حربه. فخرج يستأذن من الحسين بعلي فلما نظر إليه الحسين قال لأصحابه هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى ولعل أمه تكره خروج الى المعركة ردوه الى الخيمة. فاقبل الغلام يسعى نحو الحسين عجبا خائفا من ان يصده اصحاب ابي عبد الله عن مراده وقصده. فصاح سيدي ابا عبد الله ان امي هي التي البستني لهمة حربي. فاذن لي يا ابن رسول الله حتى اردق الشهادة بين يدي. فجزاه الامام خيرا فطرد وهو يقول اميري حسين ونعم الامير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والدة فهل تعلمون له من نظير له طلعه مثل شمس الضحى له غره مثل بدر المنير. فقتل قتال الابطال فحاط الاعداء به من كل جانب اردوه الى الارض صريعا فاعتزوا راسه ورموا به نحو الخيام. فسعت الى راسه امه فمسحت الدمعا واخذته وضربت به رجلا قريبا منها فمات. وعادت الى المخيم فاخذت عمودا وقيل سيفا وانشات تقول انا عجوز في النساء ضعيفه خاوية بالية نحيفة أغلبكم بغربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. فردها الحسين إلى الخيمة بعد أن أصابت بالعمود رجلين. وما رضي الحسين سلام الله عليه بأن تخرج امرأة من سائر المسلمين أمام الأعداء أمام الرجال الأجانب.
فصونوا حلائلكم معاشر المسلمين كما تصولون دينامكم ودرهمكم. وقاتل الحجاج ابن مسعود الجعفي حتى خرب بالدماء فرجع الى الحسين يقول اليوم القى جدك النبيا ثم اباك ذنته عليا يعرف الوصية. فقال الحسين وانا القى ما على اثرك. فرجع يقاتل حتى قتل. ولما اسقي سويد بن عمرو ابن ابي المطاع سقط لوجهه وظن انه قتل. فلما قتل الحسين وسمعهم يقولون قتل الحسين اخرج سكينة كانت معه فقاتل بها وتعصبوا عليه وقتلوه. وكان اخر من قتل من الاصحاب بعد الحسين عليه السلام. ولما لم يبق مع الحسين الا اهل بيته عزموا على ملاقاة الحدو ببأس شديد وحصاب مر ونفوس هدية. واقبل بعضهم يودع بعضا. واول من تقدم هو شبيه رسول الله علي الاكبر. وكان شبيها برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. فأحطنا به النسوة وقلنا ارحم غربتنا فليس لنا طاقة على فراقك. فلم يعبى بكلامهم واستأذن أباه فبرز على قاتل للحسين يسمى لاحقا وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولاد النبي أغربكم بالسيف أحمي على أبي ضرب غلام هاشمي علوي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. ولم يتمالك الحسين دون أن رفع شيبته المقدسة نحو السماء وأرخى عينيه بالدموع وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيه نظرنا إليه اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا واجعلهم طرائق صددا ولا تروى الولاة عنهما بدا. فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. وصاح بابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحضر قرابتي من رسول الله. ثم تلا قوله تعالى ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. ولم يزل يقاتل حتى قتل 70 رجلا وقد اشتد به العطش فرجع الى ابيه يستريح ويذكر ما اجهد من العطش. فبكى الحسين وقال وغوتا ما اسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكاسه الاوفى شربة لا تظمأ بعدها ابدا. نادى يا بويا شربة مي الجبد اتقوى واردنا القام وحدي يا بويا الفطر شردي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحر يكلمني يا نجيب المعايا بي وروحك يكبر حالي وشحابني وفات روحي وحمس جردي ونسابني يا بويا استخلف الله العمر ويصبر يقلنا ورد من حياة فحمل العين يا بعد
وبعد كل الناس يعتير قال لي صبر وقلبي صار للصيد لا انا صبر يا بويا والصبر مر واتاه سهمون وقع في حلقه وقع له مرة ابن منقف العبدي بالروم في ظهره وضربه بالسيف على رأسه فخلق همته وتابعه الناس بأسيافهم حتى قطعوه إقبع فجاء إليه الحسين وانكب عليه يقول قتل الله قوما قتلوه ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول على الدنيا بعدك العصا ثم أخذ بكفه من دم الطائف ورمى به نحو السماء فلم يسقط منه قطرة وأمر فتيانه أن يحملوه إلى الخيمة فجاءوا به إلى الصاف الذي كانوا يقاتلون أمامه وحرائر بيت الوحي ينظرن إليه محمولا قد جللت الدماء بمطالب من العز حمراء وقد وزع جسمها الغمر والطالب استقبلناه بصدور دامية وعولة تفك سمع الملكوت وأمامهن كبيرة البيت الهاشمي زينب العقيلة صارخة نادبة فألقت بنفسها عليه تضم إليها إمام نفسها الذائب وحمى خدرها المنسلم وحمى بيتها المنهدم وخرج من بعده عبد الله بن مسلم ابن عقيل بن ابي طالب وهو يقول اليوم القى مسلما وهو ابي وعصمة بعد على دين النبي فقتل جماعة بثلاث حملات ورماه يزيد بن الرقاد الجهني بسهم فاتقاه بيده فسمرها الى جبهته فما استطاع ان يزيلها عن جبهته فقال اللهم انهم استخلونا واستذلونا فاقتلهم كما قتلونا وبيناه على هذا اذ حمل عليه رجل برمحه فطعنه في قلبه ومات ولما قتل عبد الله بن مسلم حمل آل ابي طالب حملة واحدة فطاح بهم الحسين صبرا على الموت يا بني عمومتي والله لا رأيتم حوالا بعد هذا اليوم فوقع فيهم عون بن عبد الله ابن جعفر الطيار وامه العقيلة زينب واخوه محمد وامه الخوصاء وعبد الرحمن بن عقيل بن ابي طالب واخوه جعفر بن عقيل ومحمد بن مسلم بن عقيل واصابت الحسن المثنى 18 جراحة وقطعت يده وقطعت يده اليمنى ولم يستشهد وخرج ابو بكر بن امير المؤمنين واسمه محمد وامه النعجلية قتله زجر بن بدر النقعي وخرج عبد الله بن عقيل فما زال يضرب فيهم حتى اسخن بالجراح وسقط الى الارض فجاء اليه عثمان بن خالد التميمي فقتله وخرج ابو بكر ابن الامام السبط الحسن عليه السلام وهو عبد الله الاكبر وامه ام ولد يقال لها رمله فقاتل حتى قتل وخرج من بعده اخوه لامه وابيه القاسم وهو غلام لم يبلغ الحلم فلما نظر اليه الحسين اعتنق وبكى ثم اذن له فضرج
كان وجهه شقة قمر وبيده السيف وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان فمشى يضرب بسيفه فانقطع شفع نعله اليسرى وعرف ابن النبي الأعظم أن يحتفي في الميدان فوقف يشد شفع نعله وهو لا يزل الحرب إلا بمثله غير مكترث بالجمع ولا مباح بالعلوم وبينه على هذا انشد عليه عمرو بن سعد ابن نفيل الأزدي وضربه بالسيف على رأسه فخلق أعمته وصاح الغلام يا عما وأمه واقفة بباب الخيمة تنظر إلى وهي مدهوشة فأتاه الحسين وضرب قاتلة فاستخاها بالساعد فأخذناها من المرفق وصاح صيحة عظيمة سمعها العسكر فحملت خيل بن سعد لتستنصره فاستقبلته بصدورها ووطئته فما وانجلت الغبر واذا الحسين قائم على الغلام وهو يبحث برجليه والحسين يقول بعدا لقوم قتلوه خصمهم يوم القيامه جده ثم احتمل ورجلاه يخصان في الارض فألقاهما علي الأكبر وقتلا حوله من أهل بيته جاباهما سيدا ما في الخوت جاباهما سيدا ما في الخوت بشارعتهم يا ويلي وهم موتى بس ما على راسك من عباس لبيل ولما راى العباس عليه السلام كثره القتلى في اهله قال لاخوته من امه وابيه عبد الله وعثمان وجعفر تقدموا يا بني تقدموا يا بني امي حتى اراكم نطقتم لله ولرسوله والتفت الى عبد الله وكان اكبر من عثمان وجعفر وقال تقدم يا اخي اراك قتيلا واحتسبك فقاتلوا بين يدي ابي الفضل حتى قتلوا باجمعهم ولم يستطع العباس صبرا بعد قتل اخوته واولاد عمه واخيه وكان اخر من بقي مع الحسين فاستاذنه قال يا اخي انت صاحب لوائي قال العباس قد ضاق صدري واريد ان اخذ ثاري من هؤلاء المنافقين فقال الحسين اذا فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء فذهب العباس الى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار فلم ينفع ورجع الى الحسين يخبره فسمع الاطفال ينادون العطش العطش فركبا كوانت واخذ القربه وقبض الفرات فاحاط به اربعه اهلاك ورموا بالنبال فلم يعبر بجمعهم ولا راحت كثرتهم فكشفهم على المزرعه ودخل الماء واغترف منه ليشرب فتذكر عطش الحسين
ظلمنا وخاليان الأسمر بعد الحسين أوني وبعد أولى صنفي أو تكوني هذا الحسين وارد المنوني وتجردين بارد المحين لا لا أشرب وخويا أحكي الحبشة لا لا أشرب وخويا أحكي الحبشة وشيكنا والحرم واقفة على الرضا وظل القرب العلي ليلة حرب نيران يا راتب ما يبعد أهلا حل أومر هذا الماء يجري بطول حياة أبوك قبر جابت حسين حيها وقر طفلا يا ويلي من العطش ما وظل موت قرب والعمر جفا ثم ملا القرب وتوجه نحو المخيم فاخذ عليه الصوخ عليه الطريق وجعل يضرب فيهم وهو يقول لا أرغب الموت إذا الموت نقى حتى هو في المصاريف لقى إني أنا العباس أغدو بالثقة ولا أرغب الموت يوم الملتقى فكمل له زيد بن الرقاد من وراء نخلة وعاونه حكيم بن الطفيل فالتبتي فضربه على يمينه فضربه واخذ السيف بشماله وقال والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني فحاموا عن دينكم ايها المسلمون وتمسكوا به فانه خير دين وعن امام الصادق اليقين نجد النبي الطاهر الامير فكمل له حكيم بن الطفيل من وراء نخله فضربه على شماله فقطعها فضم اللواء الى صدره وتكاثروا عليه واتته السهام كالمطر فاصاب القربة سهم وأعيق معها وسهمنا صاب صدرا وسهمنا صاب عينا وضربه رجل من عمود على راسه ونادى عليك من السلام أبا عبد الله فأتى الحسين ورآه مقطوع اليمين واليسار مرتبكا بالجراحة انحنى عليها وبكى بكاء عاليا وقال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت به عدوي ثم حمل عليهم يضرب فيهم ويقول إلى أين تفرون وقد مسكتم عمدي فبينا إمامنا جالس عند أبي الفضل وإذا بأبي الفضل انتهى فقال سيدي ما تريد أن تصنع قال أريد حملك إلى المخيم نادى يا خور يا حسين خليني مشاري يا خور يا حسين خليني مشاري يا جلالك يا زهرة جمالك يا خويا واحد يشتاق لا تراني ما يوم استحي منها يا مقدر نادى يا خويا ما درت لانك رمية وهي برج واختت جيها مريا يا خويا من رجعت ليك المنية وتغري بالشمس والعطش والحر
فبعد وليات صارت روح بالفاض في حجر ابي عبد الله الحسين. فرجع الحسين الى المخيم منكسرا حزينا يكفكف دموعه بكمه، وقد تدافعت الرجال على مخيمه، فصاح اما من مجير يجيرنا، اما من مغيث يغيثنا، اما من طالب حقهم ينصرنا، اما من خائف من النار فيذوب عنا. فاتت سكينة وسالت عن همها، فاخبرها بقتله وسمعت زينب فصاحت واخا وعقلتا وضيعتنا بعدك، وبكينا النس وبرك الحسين معهن وكان وضيعتنا بعدك. ولما قتل العباس التفت الحسين فلم ير احدا ينصره، ونظر الى اهله وصحبه مجزرين كالاضاحي وهو ابنا يسمع عويل الايام وصراخ الاطفال، فاح باعلى صوته: هل من ذات عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في اغاثتنا؟ فارتفعت اصوات النساء بالبكاء، ونهر السجاد يتوكى على عصا ويجر سيفه لانه مريض لا يستطيع النور. فصاح الحسين لام كلثوم: احبسيه لئلا تخلو الحق من نسل اهل محمد. فارجعت الى فراشه واذا تنادى اخويا ام حالك بعيد، تنادي اخويا وما حالك ابعيد، وقامت على الغابرة مصاعين. انا من انا جيب المرتضى بذيع عن كربلاء يا باب بذوين، تجدين وما يعني تسودين، ويا يطربون سهر يبدر وحليا، قدا وسهر واحد بسبعين، بدعة وفرد بدعة على حسيا. ثم انه عليه السلام امر عياله بالسكوت وودعهم، وكان عليه جبة حجر دكنا وعمامة والردة أرخالها توافتين، والتحف ببردة رسول الله ولبس درعة وتقلد بسيفه وطلب ثوبا لا يرغب فيه أحد يضعه تحت ثيابه لئلا يجرد منه، فإنه مقتول مسلوب. فأتوه بسباب فلم يبرح فيه لأنه من لباس الذلة، وأخذ ثوبا خلقا وخرقه وجعله تحت ثيابه، ودعا بسراويل ففجرها ولبسها لئلا يسلبها، ودعا بولده الرضيع يودعه. فاتته زينب بابنه عبد الله وأمه الرباط، فأجلسه في حجره يقبله ويقول بعدا لهؤلاء القوم: اذا كان جدك المصطفى فاسمعهم. ثم اتى به نحو القوم يطلب له الماء، فرماه حرملة بسام فنبحا، فتلقى الحسين الدم بكفه ورمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطره، وقال اول ما نزل به انه بغير الله: اللهم لا يكن اهون على اسم الفصيل، الهي ان كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه، وانتقم لنا من الظالمين.
واجعل ما حلتنا في العاجل ذخيرة لنا في العاجل. اللهم انت الشاهد على قوم قتلوا اشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه واله وسمع عليه السلام قائلا يقول دعوا يا حسين فان له مرضعا في الجنه. فجاء به الى قرب خيمته العقيله زينب وما رجع به الى امه لان الام لا تتمكن ان ترى ولدها مقتولا امامها. فخرجت اليها العقيله فلما نظرت الى الطفل واذا به مذبوح من الوليدين الوليد والدهر نابت في نحره ودمه مسبوح على صدره. نادت يا خو يا طفل عمي تغطي انا مالك الروب يا حسي انا صدري اشوف هذا بحي وما عاد رجلي خويا خيبتي الغطاك لاني الحسي علي هذا الخبيت من ناصحت به. وحضر له الحسين سلام الله عليه بجسم سيفه ونفذه مرملا بدمه ويقال وضعه مع قتلى اهل بيته وتقدم نحو القوم مفلسا سيفه خائفا من الحياه ودعا الناس الى الجراد فلم يزال يقتلوا كل من برج اليه حتى قتل جمعا كثيرا ثم حال على الميمنة وهو يقول الموت اولى من ركوب العاري والعار اولى من دخول النار. وحمل على الميسرة وهو يقول انا الحسين بن علي الا اتمنى ارسلي احمي قيادات ابي امضي على دين النبي. قال عبد الله بن عمار بن يهود ما رايت مكسورا قط قد قتل وجده واهل بيته وصحبه ارض طشاشا منه ولا ارضى جنانا ولا ارضى جنانا ولا اجرى مقدما. ولقد كانت الرجال ترتكب بين يديه اذا جد فيها ولم يثبت له احد. فصاح عمر بن سعد في الجنب هذا ابن الانزع البطين هذا ابن حسان العرب احملوا عليه من كل جانب. فاتته اربعة الاف نبلة وحال الرجال بينه وبين رحله. فصاح بهم يا شيعة آل ابي سفيان ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرارا في دنياكم وارجعوا الى احسابكم ان كنتم عربا كما تزعمون. فناداه شمر ما تقول يا ابن فاطمه قال انا الذي اقاتلكم وانتم تقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح فامنعوا عتاتكم وجهالكم على التعرض لحرمي ما دمت حيا. قال اقصدوني من نفسي واتركوا حرمي قال اقصدوني من نفسي واتركوا حرمي قد حان حيني وقد لاحت لوائحه. فقال الشمر كذلك وحفظه القوم واشتد القتال وقد اشتد به العطش فحمل من نحو الفرات على عمرو بن الحجاج وكان في اربعه الاف فكشفهم عن الماء وحمل فرس الماء. فلما ولغ الفرس ليشرب قال الحسين انت عطشان وانا عطشان فلا اشرب حتى تشرب. فرفع الفرس راسه كانه فهم الكلام ولما مد الحسين يده ليشرب ناداه رجل
أتيت اطلب الماء وقد هتكت حرمك، فرمى الماء ولم يشرب وخفض الخيمة. انظر أيها المحب، انظر أيها الغيور إلى غيرة أبي الشهداء، تتركان الدهوضة معا في سبيل المحافظة على ناموسه وعلى عرضه. ثم إنه عليه السلام ودعا عياله ثانية وأمرهم بالصبر ولبس الأجر وقال استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. فقال عمر بن سعد ويحكم اهجموا عليه ما دام مشغولا بنفسه وحرمه، والله ان فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين اصناف المخيم، وجدت سهم بعض اذر النساء فدرسن ورغبن وصحن ودخلن الخيمة ينظر ليل الحسين كيف يصنع. فحمل عليهم كالليث الغضبان فلا يلحقوا احدا الا بعده بسيفه، فيقتله والسهام تاخذه من كل ناحية وهو يستقيها بصدره ونحره. ورجع الى مركزه يكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وطلب في هذا الحال ماء، فقال الشعر لا تذوقه حتى ترد النار. وناداه رجل يا حسين ألا ترى الفرات كأنه بطون الحيات، فلا تشرب منه حتى تموت عطشا. فقال الحسين اللهم أنسه عطشا، فكان ذلك الرجل يطلب الماء فيؤتى به فيشرب حتى يخرج من فيه، وما زال كذلك إلى أن مات عطشا. ورماه أبو الحتوف الجعفي بسهم في جبهته فنزعه وسالت الدماء على وجهه، فقال اللهم انك ترى ما انا فيه من عبادك هؤلاء العصاة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تذر على وجه الارض منهم احدا ولا تغفر لهم ابدا. وصاح بصوت عال يا امة السوء بئس ما خلفتم محمدا في عشرتها، ما انكم لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتله، بل يؤول عليكم ذلك عند قتلكم اياي. وايم الله اني لا ارجو ان يكرمني الله بالشهاده ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. قال الحسين وبماذا ينتقم لك منا يا ابن فاطمة؟ قال يلقي باسكم بينكم ويسجي معكم ثم يصب عليكم العذاب صبا. ولما ضوف عن القتال وقفا يستريح فرماه لحيل بحجر على جبهته فسال الدم على وجهه، فاخذ الثوب ليمسح الدم عن عينيه رماه اخر بسام محدد له ثلاث شعر، وقع في صدره وقيل على قلبه، فقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ورفع راسه الى السماء وقال الهي انك تعلم انهم يقتلون رجلا ليس على وجه الارض ابن نبي غيره. ثم خرج اخرج السهم من خطا وانبعث الدم كالميزان، فوضع يده تحت الجرح
فلما امتلأت رمادي نحو السماء وقال اولا علي ما نزل بي انه بعين الله فلم يسقط من ذلك الدم قطر الى الارض ثم وضعها ثانيا فلما امتلأت نفخ به رأسه ووجهه ولحيته وقال هكذا اقول حتى القى الله وجدي رسول الله وانا محظوظ بدلي واقول يا جاد قتلني فلان وفلان واعياه نسف الدم فجلسا على الارض ينوه برقبته فانتهى اليه في هذا الحال مالك بن النضر فشتمه ثم ضربه بالسيف على راسه وكان عليه البرنس فامتلا البرنس دما فقال الحسين لا اكلت بيمينك ولا شربت وحسبك الله مع الظالمين ثم القى البرنس واتم على القلنسوه قال يا خالاني وابن سبت الحضني اني لواقف عشر عشر لما صنع الحسين اذ نظرت الى غلام من اهل الحسين عليه زار وقميص وفي اذنيه جرتان وبيده عمود من تلك الابريه وهو مذعور يتلفت يمينا وشمالا فاقبل رجل يركض حتى اذا تنامل مال عن فرسه وعلى اولي السيف فقطعه وذلك الغلام ومحمد ابن ابي سعيد ابن عقيل ابن ابي طالب وكانت امه تنظر اليه وهي مدهوشه ثم انهم لبسوا هنيئه وعادوا الى الحسين واحاطوا به وهو جالس على الارض لا يستطيع النهوض فنظر عبد الله ابن الحسن السر وله احدى عشر سنه الى عمه وقد احطى احدق به القوم فاقبل يشتد نحو عمه وارادت زينب حبسه فاسلفا منها وجاء الى عمه وهو بحر بن كعب السيف ليضرب الحسين فصاح الغلام يا ابن الخبيثه اتغرب عني الحسين فغضب اللعين من كلامه فاستخاف الغلام فغضب الغلام بسيفه فاستخف ضربته بيده فاطلها الى الجن فاذا هي معلقه فصاح الغلام يا حما لقد قطعوا يدي ونظر الى امه في باب الخيمه فنادى يا امه لقد قطعوا يميني فضمه الحسين اليه فقال يا ابن اخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخائف فان الله تعالى يلحقك يا بائس الصالحين وافى يده قائلا اللهم ان مسعتهم الى حين ففرقهم تفريقا واجعلهم طائفا قددا ولا ترضي الولاة عنهم ابدا فانهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا ورمى الغلام حرملة ابن كائن بسام فذبحه وهو في حجر عمه وبقي الحسين مطروحا على الارض مليا ولو شاءوا ان يقتلوه لفعلوا الا ان كل قبيلة تستقل على غيرها وتكره الاقدام فصاح الشمر ما وقوفكم وما تنتظرون للرجل وقد اثقلته السهام والرماح احملوا علي فضربه زرعة بن شريك على كتفه الايسر ورماه الحسين في حلقه وضربه اخر على عاتقه وطعنه سنان بن انس في ترقوته ثم في بوام صدره ثم رماه بسهم في نحله وطعنه صالح بن وهب في جنبه قال هلال بن نافع كنت واقفا نحو الحسين فرايته يجود بنفسه فوالله ما رايت قتيلا قط مضمقا بدمه احسن منه ولا انور وجها ولقد شغلني نور وجهه عن الفطره في قتله
فاستسقى في ذاك الحال ماء فابوا ان يسقوا وقال له رجل لا تذوق الماء حتى ترد الحاميه فتشرب من حميمها قال انا ارد الحاميه وانما ارد على جدي رسول الله واكلوا معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر واشكو اليه ما ارتكبتم مني وما فعلتم بي فغضبوا باجمعهم حتى كان الله لم يجعل في قلب احد من الرحمه شيئا واقبل فرس الحسين يدور حوله ويلفقوا ناقيته بدمه فصاح ابن سعد دونكم الفرس فانه من جياد خير رسول الله فاحاطت به الخير فجعل يرمح برجليه حتى قتل جماعه فقال ابن سعد دعوه لننظر ما يصنع فلما امن الجواد الطلب اقبل نحو الحسين يمرض ناصيته بدمه ويشمه ويصل صهيلا عاليا قال ابو جعفر الباقر كان يقول الغنيمه الغنيمه من أمة القتلات ابن درج لبيئة وتوجه نحو المخيم بذلك الصهيل فلما نظرنا النساء إلى الجوهد مقدية والسارج عليه ملوية خرجنا من الخدود على الخدود العطمات وبالعوين داعيات وبعد العز مذللات وإلى مصر الحسين مبادرات فواحدة تحلو على تضم وأخرى عليه بالرداء تضلل وأخرى ببيض الرحل تصبغ شعره وأخرى تفسد وأخرى تفضل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نال ليس تعقل ونادت أم كلثوم ومحمدا وأبتا وعليا وجعفرا وحمزة هذا حسين بن العراء وليع بكربلا ونادت زينب وأخا وسيدا وأهل بيتا ليس السماء أطبقت على الأرض وليس الجبال تدكدكت على الشعر وانتهت نحو الحسين وقد لنا منه عمر بن شعر في جماعة من أصحابه والحسين يجود بنفسه فصاحت أي عمر أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إلي فصرخ بوجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته فقالت ويحكم أما فيكم مسلم فلم يجبها أحد ثم صاح ابن سعد بالنار انزلوا إليه وأريحوا فبدر إليه شمر فركزه برجله والله ما قرأت هذه المصيبة إلا في اليوم العاشر فقط ولا تعرض إلى ذكرها طيلة السنة أبدا فربته برجله وجلس على صدره وقبض على كلمته